صفحة جديدة تفتح في العلاقات الثنائية بين الرباط وبرلين، معالمها إطلاق برنامج شامل وفق أجندة مكثفة تتأسس على ما سبق من اتفاقيات وشراكات ميزت مرحلة ما قبل الأزمة. فقد وقع البلدان قبل سنتين على تحالف للهيدروجين الأخضر، وجمعت بينهما شراكة في مجال الطاقة منذ 10 سنوات. كاين آلية للحوار الاستراتيجي اللي هي تعكس المكانة التي أصبحت لألمانيا في المغرب. هذا الحوار الاستراتيجي غيكون يجتمع كل سنتين على مستوى وزراء الخارجية للحديث والتنسيق في مختلف القضايا. كذلك اتفقنا على إعادة إحياء آلية اللجنة الاقتصادية المشتركة كآلية للدفع بالتعاون الاقتصادي والمالي. إلى جانب الملف الاقتصادي والمالي، أعادت رئيسة الدبلوماسية الألمانية أنالينا بيربوك التأكيد على أن المغرب شريك مهم لألمانيا وأوروبا وجسر لهما نحو القارة الإفريقية، كما تطابق موقف خارجية ألمانيا مع الموقف المغربي الداعم لحل سياسي لملف الصحراء المغربية ترعاه حصريا الأمم المتحدة. فيما يتعلق بملف الصحراء، نرى أنه يجب حل الخلافات عن طريق الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي واقعي وعملي دائم ومقبول. توج لقاء وزيري خارجية المغرب وألمانيا بإصدار بيان مشترك تضمن تعهدا بتطوير العلاقات والتزاما بمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود. بعد أن أقرت برلين بمصداقية مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية واعتبرتها أساساً جدياً لحل سياسي لهذه القضية، أصبحت الرباط على استعداد للتعاون معها في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة والطاقات المتجددة وقطاع السيارات وغيرها من مجالات التعاون. ما يهم الرباط أولاً حسب مراقبين هو أن تتناغم مواقف برلين مع مصالح المغرب الاستراتيجية. عزيز فتحي، سكاي نيوز عربية، الرباط.